يعطيكم العافية أصدقائي، اليوم رجعنا بآخر محاضرة، طبعا المحاضرة الأخيرة بالأحرف الأبجدية وليست الأخيرة بسلسلة محو الأمية. اليوم رح نتعلم آخر 3 أحرف من الأحرف الأبجدية. خليكن معي. أولا عنا حرف الهاء. أشكال حرف الهاء عنا هاء بشكل المنفصل، هاء بأول الكلمة، هاء بوسط الكلمة، وهاء بآخر الكلمة. أما حرف الهاء مع الحركات فهو عنا حرف الهاء مع الفتحة ها، مثال على ذلك هرم، هاء ضمة هو، مثال على ذلك هدهد، هاء كسرة هي، مثال على ذلك هلال. وهلأ رح نتعلم كيف نكتب حرف الهاء. حرف الهاء هاء هاء، طبعا هذا الشكل المنفصل، هاء بأول الكلمة، هاء بأول الكلمة. الشكل الثاني هو هاء بوسط الكلمة، هاء بوسط الكلمة. أما آخر شكل فهو هاء بآخر الكلمة. هاء بآخر الكلمة. وهيك تعلمنا كيف نكتب حرف الهاء. خلونا ننتقل للحرف اللي بعده. أما الحرف الثاني لليوم هو حرف الواو. أشكال حرف الواو عنا شكل حرف الواو بالشكل المنفصل، وحرف الواو بأول الكلمة، حرف الواو بوسط الكلمة، وحرف الواو بآخر الكلمة. طبعا شايفين انه في شبه كتير بين حرف الواو بالشكل المنفصل وحرف الواو بأول كلمة، هو نفسه، وحرف الواو بوسط الكلمة وحرف الواو بآخر الكلمة أيضا نفسه. أما حرف الواو مع الحركات فعنا واو فتحة و، مثال على ذلك ولد، واو ضمة و، مثال على ذلك وجوه، واو كسرة و، مثال على ذلك وشاح. وهلأ رح نتعلم نكتب حرف الواو. حرف الواو واو بالشكل المنفصل، واو واو بأول الكلمة، واو بأول الكلمة. واو بوسط الكلمة. واو بوسط الكلمة. أما الشكل الأخير فهو واو بآخر الكلمة. واو بآخر الكلمة. هيك تعلمنا حرف الواو. خلونا ننتقل للحرف يلي بعده. الحرف الأخير هو حرف الياء. أشكال حرف الياء عنا حرف الياء بالشكل المنفصل، حرف الياء بأول الكلمة، حرف الياء بوسط الكلمة، والشكل الأخير هو حرف الياء بآخر الكلمة. حرف الياء مع الحركات عنا ياء فتحة ياء، مثال على ذلك يد، ياء ضمة يو، مثال على ذلك يوسفي، ياء كسرة ي، مثال على ذلك ين. وهلا رح نتعلم نكتب حرف الياء.
حرف الياء. الشكل الأول هو حرف الياء بالشكل المنفصل. ياء. ياء بأول الكلمة. ياء بأول الكلمة. ياء بوسط الكلمة. ياء بوسط الكلمة. الشكل الأخير هو ياء بآخر الكلمة. ياء بآخر الكلمة. هيك بنكون تعلمنا الأحرف الأبجدية يلي هن الأساس بتعلم اللغة العربية. إن شاء الله رح نكفي معكم بفيديوهات تانية لحتى نتعلم القراءة والكتابة. يعطيكم ألف عافية.